الإشهار عبر الإلكتروني. أحدث شبابيك خاصة في جميع المنطقة. غادي نقولها في أشياء قبل ما إقامة الأسئلة الشفوية، وغنقولها دائما لأنه هذا نموذج لجويد المواطنين. الناس من أجل الخليج كيحس بأنه بعيد، وكيترتب عليها واحد البعد النفسي بأنه حضور ماشي حضور وفقط. على سعادتي وعلى ارتياحي التام من ناحية التعامل الرفيع وغير مسبوق. السيد الكاتب العام وكان المقر العقلية، السيد المفتش العام، السيدة والسادة المديرين الثنائية لصالح المحافظة، وأنتم تستحقون هذا الوضع. محافظتي أحدث التحول الثقافي. اليوم حضرتوا معنا تجديد توقيع اتفاقية بين الوزارة المكلفة بمغربة العالم وشؤون الهجرة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. وكما حضرتوا معنا الاتفاقية الأولى واليوم والجديد كتدخل في إطار تقديم مجموعة من الخدمات لمغربة العالم، تهم تدبير عقارات مغربة العالم أي عقاراتهم بالوطن الأم. كما عشتوا معنا السنة الماضية منتوج أو خدمة محافظتي كان عنده واحد تأثير إيجابي قوي فيما يخص التعاطي مع عقارات مغربة العالم، وبالتالي انتقلنا من ديك العلاقة التقليدية اللي كانت تعتمد على خدمات تقدم بشكل مباشر لمغربة العالم إلى انتقال نحو التدبير الإلكتروني لعلاقته بالمحافظة العقارية. خدمات محافظتي دار واحد الثورة أساسية لي أولا تحسين بقارة مغربة العالم، وفي نفس الوقت تكون عندهم واحد العلاقة دائمة مستمرة مع المحافظة العقارية عن طريق الحصول على شهادة الملكية بوسائل إلكترونية من بعيد في مدن في البلدان الاستقبال ديالهم، كذلك المتابعة لكل عملية التحفيظ عن بعيد بوسائل إلكترونية، وفي نفس الوقت تحسين وجودة استقبالهم ملي كيجيو في الصيف داخل كل مؤسسات المحافظة العقارية على الصعيد الوطني. فاليوم بهذا التوقيع كنأكدوا أن هذه الخدمة احتلت واحد المكانة الصدارة ضمن اهتمام مغربة العالم. كان واحد التجاوب قوي مع خدمة محافظتي. الحملة الإعلامية التحسيسية أعطت نتائج استثنائية، بحيث أنه كنلاحظوا التجاوب الكبير كذلك من خلال التواصل الإعلامي، وحنا غادي ننطلقوا في حملة تحسيسية أخرى جديدة تهم تطوير هذه الخدمات وتحسين هذه الخدمات وتقديم خدمات أخرى. وفي نفس الوقت بهذا التوقيع كنبغيو نحييو العمل الكبير اللي كتكون به الوكالة المحافظة العقارية، لا من خلال المدير العام والكاتب العام ولا كافة المديرين ولا كافة الأطر، كافة الموظفين، كافة المحافظين في المملكة، لأنهم بالفعل كيعطيو واحد الاهتمام خاص لملفات مغربة العالم. إذا انتقلنا من العلاقة الإدارية التقليدية إلى علاقة إدارية كنعتمدوا على الآلية الإلكترونية باش تكون جودة الخدمات وباش يكون تحسين ممتلكات مغربة العالم، وباش نمشيو للأمام في أفق طول هذه الخدمة نحو خدمة اللي تكون أكثر مردودية وتكون عندها انعكاسات إيجابية على مغربة العالم.